بنصبح لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتوقع أن النهاردة في استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة في شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. النهارده في تكاثر للسحب المتوسطه والمنخفضه على شمال البلاد، ده بيصاحبها سقوط الامطار. ايه المناطق اللي فيها فرص سقوط امطار النهارده؟ هل بالفعل هي السواحل الشماليه ولا على معظم محافظات الجمهوريه؟ بالفعل اليوم هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه اللي بدورها هتحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار. اكثر المناطق اللي هتبقى معرضه لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه المناطق الشماليه، لكن فرص سقوط الامطار هيكون على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ الدقهليه، كمان المناطق اللي موجوده في سواحلنا الشماليه الشرقيه دمياط بورسعيد رفح العريش. ايضا الامطار هتمتد لبعض المناطق من وسط سيناء، كمان بعض المناطق من مدن القناه زي الاسماعيليه والسويس. فرص الامطار اليوم هتكون امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، زي ما بنقول هي امطار هتحسسنا بالاجواء الخريفيه فقط. بالاضافه كمان طبعا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه هيستمر معاها استقرار في الاحوال الجويه بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فطبعا هنحس بالاعتدال الكامل في الاحوال الجويه خاصه خلال فترات النهار ومع سطوع اشعه الشمس. هنبدا فترات اليوم نحس بانخفاض درجات الحراره، مع تقدم ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس هنحس بالاعتدال الكامل في الاحوال الجويه خاصه في المناطق الشماليه حتى شمال الصعيد. المناطق الجنوبيه الاجواء هتكون عليها حاره فتره النهار، لكن مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالبروده خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. هيكون صحيح. فرق من فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 و12 درجه مئويه. الاجواء هتكون اجواء من مائله للبروده البارده خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. بالاضافه كمان طبعا هنحس بنشاط نسبي للرياح خلينا نحس اكتر من انخفاض درجات الحراره و يعني الاجواء الخريفيه. فرص تكون الشبوره المائيه مع الاستقرار في الاحوال، يمكن حضرتك كمان في بدايه الاسبوع قلت لنا ان ده مكمل معانا لنهايه الاسبوع، اللي هو الطقس اللي هو صباحا هيكون معتدل لكن في المساء هيكون في اختلاف في درجات الحراره والجو هيكون بارد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا نتابع مع بعض دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره. والعظمى 23، الصغرى 15، العاصمه الاداريه 23 14، اسكندريه 22 14، العلمين الجديد 22 14، مطروح 22 12، دمياط 22 15، بورسعيد 22 15، اسماعيليه 24 12، السويس 24 15، العريش 23 14، كاترين 18 5، طابق 22 14، حلايب 26 20، شلاتين 27 20، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 27 17، الفيوم 23 11، بني سويف 24 10، الوادي الجديد 26 8، أسيوط 24 10، سوهاج 24 11، قنا 25 13، الأقصر 26 13، أسوان 27 14. وبكده حاولنا نعرف حضراتكم عن درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، خاصة إن في اختلاف بين العظمى والصغرى. نتوخي الحذر في الساعات المتأخرة من الليل وكمان الساعات الأولى من الصباح، ونرتدي الملابس الثقيلة حتى نتعرض لأدوار البرد. هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.